لنا يا ابني ما تشوف المصايب دي بتعمل ايه على الصبح. موفي وات از يور ناشونال؟ انا مصري. مصري؟ ده بقى تبقى الليله دي بقى لما قالنا كده. هي واتس جوين اون؟ هي معاك تسريح تصور؟ تسريح؟ نو ما حدش قال لي. ما حدش قال لك؟ ما حدش قال لك كمان انك انت ماشي ماسك مدفع وفي زوم؟ واتس رونج؟ رونج ايه؟ لو مالك بتتكلم كده وعوج نفسك ولابس لي شورت وماسك لي ميه معدنيه، ايه علاقته بالباب اللي انت لابسه ده؟ خدنا الواد ده نتسلى عليه شويه النهارده، ركبه على ميه. تيك ات ايزي مان. الله. واتش ذا كاميرا تو. اخلص يا دي يا بارد يا قلق. What the hell are you doing, man? Then. Where's Stananta? Who do you think you are? Kumba. Huh? Huh? Shit! Silly. يا ابني انا محتاج اي اثبات شخصيه ليه او تكون عارف اي حد معطى يجي يضمنك. ارفص هنا. يعني ايه ارفص؟ بطل استعباط بقى. I swear انا مش فاهم. ارفصها يا ساره لما اروح افطر واجيله. تعالوا اما ارفصها. اوكي. هلو هاي ممكن اكلم راضي؟ لا يا انا كلاينت. اوكي هاي راضي هاو ار يو؟ انا مصري اللي انت جبتني من عند المطار. اسمعني بس انت اسمعني لو سمحت لو سمحت. هو انا اصلي الموقف ده اسمه ايه ده اللي انا فيه هنا كده؟ قول لهم انك معكوش في الاسم. اوكي معكوش ايه؟ طيب وانا ادورك وامشي. يا ابني قول لهم انك ممسوك في اسم قصر النيل وعاوز حد يضمنك. اوكي راضي انا ممسوك هنا في اسم القصر بتاع النيل ده وعايز حد يضمنك. حد يضمن عليا عشان امشي لو سمحت. اوكي ثانك يو. اتبسطت يا عم وردوا عليك؟ افطر بقى. اوكي خد لك شويه. نو ثانك يو انا باكل هنا خلاص. ماشي. يو نو وات اي لايك القرفصه. It's very healthy. يا رب راضي بس يا رب راضي. تمام يا فندم. يا صاحبي لسه انا يا ابني انت؟ يا الواد ده حد جاي يضمنه ولا لا؟ في حد جاي دلوقتي يا فندم. اول ما يخلص اليغمه اللي هو عايش فيها دي تاخده على طول تفسحه. امرك يا باشا. نو ثانك يو انا مش عايز اتفسح انا عايز اخرج وخلاص. ثانك يو. معلش يا حبيبي هنا الخروج الاول لازم تتفسح فسحه حلوه كده. فسحه يا صاوي. تعال ما افسحك. انا مش عايز اتفسح انا. How are you guys? Hi. Oh, hey, what did I do? Oh, shit, my head! Whatever happened to human rights? Please. بصراحة مش فاكره. مش قلت لك مصر دي كلها أوضة وصالة. I know, please. ما تخلص يا عم أنت. هتضمنه ولا لا؟ كان معايا فلوس مخبيهم في الأندرويف. كده مش هفتكر غير نصك التحتاني. هم محتاجين ده نصك الفوقاني. طيب ايه دي فلوس بتاعت نص الفوقاني؟ هات بس عشان افتكرك كلك. اوكي بس يا ريت بقى بعد كده مش هلاقيك بتفتكرني من ظهري. ها مين؟ استاذ مصري. ثانك يو. اتغيرت قوي عن امبارح. طب خلاص يا اخويا انت اهو خد امسك حاجتك وانت خد بطاقتك. احمد ربنا ان احنا عرفنا نجيبها لك من عند اللي جوه دي. الكاميرا بتاعتك سليمه بس مسحنا الصور اللي عليها. وات؟ How could you do that? نعم يا حبيبي. انت ازاي تعمل كده بصورة بتاعتي انا؟ انا مواطن مصري وعندي حقوق مصرية. وانا ضابط مصري والقانون ده بيديني الحق اني لما اشك في واحد اقبض عليه واتحرى عنه واتخذ اللازم معاه ولو طلع مجرم هنفخه. اوكي. هو انا طلعت مش مجرم واتنفخت. تقدر تقول لي انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ها؟ هتفسيني؟ اوكي. اتفضل فسي. هتفسي. حاضر. يا مدام لا 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 اوكي خلاص انا هفسي لوحدي. يلا راضي يلا راضي يلا راضي. شكرين يا باشا. الله انا هبعت اجيب الامريكان باسبور بتاعي وهوريكم كلكم. اوكي وانت اول واحد انا هوريك. انا ايوه انت انا لسه مطلعك من الاسم. ايوه بس بعد ايه بقى؟ ها بعد ما استبز مستب مس بعد ما است ما استبزتني. اوكي انت مستبز على فكرة. انت مفروض يسموك مش راضي يسموك واطي. واطي؟ ايوه واطي. ايه راضي مش هتناديني غير بحضرتك يا استاذ راضي. قلت ايه؟ وات حضرتك؟ امشي 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 مش انا. جو حضرتك لسه بدري على الفندق يا استاذ راضي؟
ابلع ريقك شويه. ها اوكي يا راضي. اوكي راضي يا استاذ راضي. الظرف ده جه لحضرتك دلوقتي. اوكي. ثانك يو. هاي راضي. بقول لك ايه، ممكن انا رجعت العربيه اوكي عشان بتوه، ممكن تعدي عندي هنا علشان نروح كده في شويه مشاوير انا وانت، هديك كل اللي انت عايزه. اوكي باي باي. صباح الخير يا فندم. عايز امشي لو سمحت. ايه سيادتك، في حاجه ضايقت حضرتك يا فندم ولا ايه؟ يا سيدي انا حر، انا حر، واحد ياباني وعايز يمشي. ده هتعمل حضرتك، بس حضرتك مش ياباني، مصري يا فندم. ده حضرتك امريكاني يا فندم. لا انا ياباني. امريكاني يا فندم. ياباني ولا مش ياباني؟ ياباني يا فندم. ياباني ياباني. انا ياباني. اتفضل اعمل تشيك اوت. Thanks. You have a small dad. I'm okay. Roddy, you have another harami. Yeah, let's go. قلت لك مصر كلها اوضه وجنينه، خليهم بقى يفتكروا مصطفى الوراني. ده مصري؟ مش مصري؟ لا انا من هنا ورايح بقى اسمي استاذ مصري. اوكي استاذ مصري. استاذ مصري؟ يا اتكل على الله، شوف طريقك الاستاذ. حبيبي يا استاذ مصري. راضي اسمع، انا هديك 100 جنيه في اليوم. اوكي هتخليهم 50 دولار. طيب اوكي، ما هو دولار ب2 في 50 يعني 100 جنيه. اوكي دولار بخمسة ونص. ايه مان ده عيني جدا، مش كان ب2 جنيه؟ خلاص انا هديك اللي انت عايزه، بس لو سمحت ما تنصبش عليا تاني، مش عشان اي حاجه، عشان انا صايع جدا. ماشي يا استاذ مصر. رايت. يلا بقى روح هات الفان بتاعتك وانا هجيب الشنطه. ما اقدرش، ما انت عارف ما اقدرش ادخل هنا. اوكي طيب اسمع انت، انا اجيب الشنطه واجي وراك. ماشي يا مصر. وات وات استاذ مصر، دونت فورجيت. اوكي استاذ مصر. يلا روح. Help!
طلع بيفهم. هاي انت سبت الفندق ليه يا استاذ مصر؟ عشان غالي قوي. صحيح مين اللي قاعدين ورا دول يا راجل؟ يوم ما بنقلبها. انا مش فاهم انت ليه بجد بتنصب على اجانب؟ صدقني دول مصريين وزينا بالظبط يعني. ايه ده انا مين اللي بتغني لي دي؟ مين دي؟ دي نانسي عجرم. دي مصريه؟ لا من الكويت. واو. اوتش ايه ده؟ روح افكر يا باشا. هو اللي كبس عليا انا واقف هو اللي خبطني هو اللي غلطان. شفت كل حاجه رخصك بقول لك. اتفضل زي ما انت. حصل حاجه في العربيه يا راجل؟ رخص. معلش هو دلوقتي هياخد مني اكيد. حاسفين جدا يا فندم. حاسفين جدا. اتفضل. ايه ده؟ يا باشا ده كده هيمشي وحقي هيضيع. حق مين يا ابو حق؟ حق مين؟ اوعى يا راجل ما تخافش يا راضي ما تقلقش. انا هجيب لك حقك اوكي؟ تجيب له حقه من مين؟ هو الباشا مين؟ انا مصري. وايه يعني؟ مصري وظابط؟ مصري وكيل نيابه؟ هو لازم يعني ابقى مصري وحاجه عشان اعرف اخد حقي يعني؟ يا باشا مش الشرطه في خدمه الشعب. الكلام ده كان زمان يا حبيبي، دلوقتي الشرطه والشعب في خدمه الوطن. اوكي، ومين بقى اللي كان في العربيه؟ الوطن؟ مش عايز معارضه، بطاقتك. اوكي. هو ماشي الوطن يا راضي اللي كان راكب العربيه ده الوطن. انا معايا ده بطاقه تموين يا مصري. بس اسكت. طيب ممكن حضرتك تيجي معايا سكه اليوم؟ شور اتفضل. ليوه ما تخافش، بقول لك انا هجيب لك حقك اوكي. امشي معايا اتفضل. يلا يا راضي اتفضل. تأمرني؟ أنا عايز حق الراجل ده. لا مش ده طبعا. راضي إذا كان الراجل نفسه ساب حقه ومشي علشان يعيني مصري، لكن أنا مواطن أمريكي أوكي، وعايز أخد له حقه عشان هو ما عملش حاجة. يعني أنت بتهددني عشان أنت مواطن أمريكي وباسبورك حميك ومحدش يقدر يلمسك؟ يا أوكي إكزاكتلي بالظبط كده. أوكي أنا بهددكوا علشان أنا مواطن أمريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني أوكي. طيب ممكن تقولي الكلام ده في الميكروفون عشان العساكر تخاف منك؟ أوكي أنا مواطن أمريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني أوكي. شفت خافوا إزاي؟ حضرتك أمريكاني؟ ايوه يا سيدي. ايوه قلت انا امريكاني وماي باسبورت ده حميني ومحدش يقدر يلمسني اوكي. واقول لك حاجه كمان، واقدر ادي اي حد بالجزمه اوكي. ايه السخونيه دي؟ ايه الهوا ده؟ يس ايوه كده يا رجاله صح. انتوا لازم تعبروا عن رايكم وتعملوا مظاهرات صح، ولازم تاخدوا حقكم. شفتوا حقكم قوي برضو يعني. امريكاني بقى؟ نو لا استنى، ده ماي باسبور هو اللي امريكاني يا، انما انا مصري يا، انا مصري عادي. بص اهو حتى بص مصر ده كمان اسمي مصري وانا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري. يا بص عليا وماي باسبور ده مش حميني اوكي، واي حد عادي ممكن يديني بالجزمه عادي خالص صدقني. انا كمان حتى اكتر اغنيه انا بحبها بتاعت هقول بتاعت نازلي عجرم، عارفها دي اللي بتقول انا مصري وابويا مصري. كمان مش حافظ اغنيه الفنانه نانسي عجرم؟ والله حافظها. لا انت ازاي تعمل كده؟ انت وطي عشان تاخده يا امريكاني.
Hi. أهلا فندم مساء الخير. هاي. I'd like to check in please. تحت أمر سيادتك يا فندم جدا. استأذن سيادتك بس في جواز سفر عشان أنا آسف جدا 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 مسحت بيانات حضرتك. اوكي اوه ماي جاد. بس ممكن أقول لك حاجة تعالى بس. ماي باسبورت ضاعت. المصري ولا الأمريكاني؟ الاثنين. الأمريكان ضاع والمصري طار. أنا طيرته. يعني حضرتك دلوقتي لا مصري ولا ياباني ولا امريكاني. يعني ممكن تعتبرني كوري. كوري؟ لا انا اسف والله انا لازم اي اثبات شخصيه بس. ايه ماك ما بليز انا كده احنا في الشارع. لازم انا ينفع. شفت فيكي مرمطة وعرفت مين